صباح الخير على حضراتكم، نبتدي معاكم حلقة جديدة ويوم جديد ونهارك سعيد. أعتقد أنه الأحداث في مصر يعني الحقيقة في غنى عن الكلام. قبل ما نتكلم عن ما يحدث وعن كل التطورات اللي وصلنا لحد دلوقتي، أصبح على شريف. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا رانيا، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ويمكن زي ما قالت رانيا فعلا الأحداث في غنى عن الكلام. الحقيقة يعني نحن على أهبة الاستعداد زي ما بيقولوا، نحن كل ساعة ساعتين نسمع عن خبر، نسمع صحيح. عن قلق في مكان ما، نسمع عن محاولات لتفكيك قنبلة في مكان ما. بيقال أو يعني بتزعم الـ هقول إيه، المحظورة بتزعم أنه النهاردة ممكن يكون من الأيام اللي هيكون فيها طبعًا الكثير من الأحداث. 28 يناير 2015، ذكرى 28 زي ما حضراتكم عارفين طبعا. والحقيقة أنه وآخرتها يعني هنفضل نستعين بخبراء المفرقعات، وهنفضل نستعين بالشرطة المصرية، وهنفضل نستعين بالشعب المصري المتعاون اللي يعني اللي كل الناس خايفة على بلدها، وكل الناس بتحاول تحط ايديها في ايدين بعضها. وبعدين واخرتها يعني، واخره القنابل، واخره الناس اللي بتموت، واخره الناس اللي بيوتها بتتخرب، واخره المطريه اللي بتتحرق، واخره كل ده ايه؟ هتوصلوا لايه؟ عايزين ايه؟ ايه هو اللي انتوا عايزينه؟ اخره الناس اللي ماتت، مين هيعوض اهاليهم عن الناس اللي ماتت دي؟ مين الثوره ولا الاخوان ولا مين اللي هيعوضهم؟ على العموم نتمنى فعلا ان يكون في اخر زي ما قالت رانيا، لانه اعتقد انه هذه الاحداث يعني ان لم تكن بحاول يعني هقول ايه بتحزننا احنا كمصريين، انها بتعطل المسيره، والمسيره ماشيه ومستمره. الناس رغم بتخرب يا شريف، انا فاهم يعني حرام حرام. راجل سواق تاكسي مثلا، زي المشهد بتاع التاكسي اللي احنا بنشوفناه ده بالظبط، راجل سواق تاكسي هي ايه؟ الحمد لله تم تعويضه يعني. ايوه ما هو تم تعويضه، بس كمان طبعًا. يعني كفايه بقى. هو المشهد نفسه كان مؤلم جدا، وغيره من المشاهد الحقيقه يعني مش بنتكلم على كده، بنتكلم على عموما في مؤتمر اقتصادي جاي، في خطوات للامام، في تعاون مع يعني جهات دوليه للاستثمار في مصر، وكل دي علامات ومؤشرات غير ساره بالمره طبعًا. فيعني احنا ربنا يكون في عون الامن، ربنا يكون في عون رجال الشرطه. طبعا وجود مدير الامن في المطريه واللي قال ان انا مش هسيب المطريه ومش هنام غير لما هذا الموضوع ينتهي وأقضي على كل مظاهر العنف ومظاهر المشاكل يعني في هذه المنطقة. نتمنى فعلا أن تكرر الجهود بالنجاح. وزير الداخلية برضو كان ليه تصريحات بشأن هذا الصدد. كل ده هنتكلم فيه فقرة الصحافة في أول فقرة معنا، بتكون مع رانيا والصحفي الأستاذ محمد طلعت الهوالي. هيكون معنا النهاردة كمان فقرة تانية عن مسابقة ملكة جمال العرب، هتكون معنا سلمى زكموت وهي ملكة جمال العرب 2015، وحنان نصر وهي رئيس مهرجان ملكة جمال العرب. هيكون كمان عندك فقرة تانية يا شريف، بنتكلم على الاستمرار، وبنتكلم على التقدم، وبنتكلم على آخر خطوة في طريق الخارطة، خارطة الطريق والاستحقاق الديمقراطي، وهي الانتخابات البرلمانية واللي هتكلل بالنجاح إن شاء الله رغما عن كل الغير راغبين في أن يكلل بالنجاح. فقرة خاصة جدا على هذا الموضوع مع رفعت فياض من أخبار اليوم، خليكم معنا. في فقرة كمان أخيرة أعتقد هتكون مع سعادة السفير دكتور رفعت الأنصاري وكتابه الجديد حكايتي، بعنوان حكايتي في تل أبيب، وده كتابه الجديد. بنتمنى ان فقراتنا النهارده تنال اعجاب حضراتكم يا رب ان شاء الله، وتابعونا عندنا فقره الصحافه بعد الفاصل ومتابعه لاهم ما ورد في صحافه 28 يناير. فاكره